وفقهم يعينهم. كتب الله لكم النجاح والتوفيق. كيف شفتوا ناس الهزينة؟ ها عزب الصحام عليكم. ترى موصيهم أنا أنهم سهلوني إن شاء الله. الله ينفع بكم ونهنيكم على طلب العلم. يعني شرف المكان وشرف الزمان وشرف الرسالة أن تتلقوا العلم الصحيح في أفضل مكان ولله الحمد لله. وأيضا ما للعلم ترى وقت أو سن. الإمام أحمد رحمه الله يقول من المحبرة إلى المقبرة ومن المهد إلى اللحم. الله اي والله هذا اصطفى وأنتم إن شاء الله له أهل إن شاء الله. الله يسددكم وينجحكم. أنا ترى أوصي بكم أنا الحين جيتي عشان أوصي عليكم ما يوفقكم ما يوفقكم والقسم المسائد قرار من معالي الشيخ. جزاه الله خير موفقين ثابكم الله.